اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، من المطبخ العربي. الميزه فيها ان هي كل اكله ولها شخصيتها، بالمكونات بتاعتها، بالماتيريال بتاعها، بتفاصيلها. النهارده معانا التورلي. التورلي يعني تشكيله من خضار، يا اما بالفراخ يا اما باللحم، بس احنا عايزين نكون شخصيه قويه للتورلي، يبقى لازم يكون اختيارنا للخضار دقيق. هنا معانا كوسه، معانا جزر من خير ارضنا، بتنجان الوانه الحلوه اللطيفه، البنفسجي الاسود منه، البطاطس، البصل، الثوم، كل ده. ما تنسيش الكرفس مع الفراخ. انا هعمله النهارده بالفراخ مش باللحمه، يعني التورلي النهارده بريء من الضاني واللحم الكندوز، نعمله بالفراخ، حاجه لطيفه لذيذه بسيطه سهله لكل ولادنا وحبايبنا اللي مش بيحبوا ياكلوا اللحمه. معانا طبق مقبلات النهارده، انا مسميها الطماطم المتبله، زيها زي البتنجان المتبل او الحمص، ولكن فكرتها كفكره الشيف المغازي، ازاي اشوي الطماطم مع بصل مع ثوم مع فلفله ملونه، كل ده بعد ما يتشوي في الفرن يسيبه يبرد هسه، وبعدين نضربه في قلب الخلاط مع طحينه مع عصير ليمون وزيت زيتون، تاكلي صوابعك ورا. معانا الحلو النهارده فطاير التفاح بالقرفه والسكر، بس بالغير عجين، هنشوف نعملها ازاي مع بعض. فكره عمل البان كيك، ولكن طريقه المغازي دايما بسيطه وسهله، وبسهل لك الامور انك تخش المطبخ تعملي لاولادك واسرتك وعائلتك الاكل اللطيف الحلو بطريقه سهله وبسيطه. ودايما المغازي يقول لك المطبخ مفاتيح السعاده والبهجه، وكمان الترابط الاسري بيجي من المطبخ، واكله حلوه بتلمنا وبتجمعنا على طبليه واحده. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الطماطم انا هعمل متبل الطماطم دلوقتي لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. يعني ايه يا شيف؟ يعني الطماطم دايما نحب ناكلها بطرق مختلفه، يا اما شوربه يا اما نعملها صلصه. المقادير على الشاشه، طماطم قطعتها وشلت طبعا منها العشبه بتاعتها، ومعانا فلفل الوان، ومعانا كمان يا عم الشيف بصل وتوم وقرن فلفل زي ده كده، وزيت زيتون وملح وفلفل، كل دول مع بعض في قلب الطماطم. هنحط عليهم زيت زيتون دلوقتي وندخلهم الفرن نشويهم واحنا مع بعض واحده واحده. حط عود روزماري حلو كده. شفتوا حماده اللي اتصل من شويه بيحب مامته ازاي؟ ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويكتر من امثالك. حطيت روزماري، حطيت فص توم حلو كده. شايف يا حماده ازاي؟ شويه زعتر زي الفل. ده كله على الايه؟ على الطماطم. اخبار الزيت دي شغال ايه ده؟ اطفي بقى. نحط زيت زيتون، شويه ملح حلوين معانا. اقلب كل ده يا عم الشيف، ونحطهم في صينيه دلوقتي وندخلهم الفرن يتشوي. بعد الحاجات دي كلها ما تتشوي مع بعضيها، هنضربها في قلب الكبه مع طحينه، فلفل اسود، شويه فلفل اسود وشويه ملح زي الفل. معانا كمان للامانه بصلايه حلوه زي دي كده تتشوي مع الخضره دي اهو، ونقلب كل ده مع بعضه. اسمها طماطم متبله او طماطم بالطحينه. كل ده مع بعضه في قلب الصينيه كده. على فين ده يا مخرجنا؟ على الفرن، في درجه حراره الفرن عندي 180. كل الخضار ده يتشوي مع بعضه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فين بقى قول لي؟ ارضيه الفرن ولا على شبكه الفرن؟ قول لي ولا تخبيش يا زين. الله عليك وعلى والديك، ما شاء الله الخبره بتلعب دور كبير، سنين مع بعض. ده يتحط على الشبكه زي ما قال مخرجنا عشان عمليه الحراره تدور جواه كده ويستوي من فوق وتحت علشان ما يتحرقش من تحت. زيت الزيتون هنا مع توم مع روزماري في قلب الفرن. هنعمل مع بعض دلوقتي الطماطم، بس نشوف هنا كده يا شباب صباح الفل، فرسان التلفزيون المصري، صينيه فيها كنز، زيت زيتون، طماطم مشويه، فلفل مشوي رومي، فلفل بلدي، معانا بصل، معانا توم، كل ده في قلبيها. هناخد الخلطه دي كلها يا عم الشيف ونحطها في قلب الخلاط او في قلب الكبه. حلو الكلام؟ زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالميه بتاعتها؟ بالميه بتاعتها. احنا معانا طحينه. وخليها لما تبرد شويه عشان السكينه بتاعت الخلاط ما تبص وتتخصم عليك.
تتخصم عليا انا اقصد يعني، خلي بالك. واو بصل مشوي، عم ايهاب بيتابعني، الخلاط باظ يبقى الشيف حط الحاجه سخنه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ناخد كل في الصينيه ننزل بيها بين التوم والزعتر، كل حاجه حلوه زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، ورقتين نعناع اخضر، اللهم صل على النبي، ومعانا طحينه. الطحينه دي ننزلها فين يا عم الشيف؟ ننزلها هنا. شوف انا بشتغل ازاي، اللي بيجي قدام عينيا بشتغل بيه. ايه الحلاوه دي؟ ما تنسيش الموضوع ده، ناخد السلطه اللي انا عملتها دي كده وادعي لي، اللي هياكل منها هيدعي لي. بس للامانه والمصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، دي لازم تبرد شويه. دي لما تبرد اتفرجي عليها بقى، اهي فيها كل حاجه. دي عايزه العيش البلدي بتاعنا من الطابونه، وبالف هنا وشفا للي ياكل منها. غمسي بقى وادعي لي. دي عايزه شويه سمك مشوي، سمك مقلي، مشويات زي ما انت عايزه. طاجن الطور اللي انا عامله دلوقتي، اللهم صل على النبي، مش هحط حاجه عليها خالص غير شويه زيت زيتون للامانه بس وخلاص. زي الفل. وعود نعناع حلو كده نزين بيه الطبق ده كده. اللهم صل على النبي. ايه رايك في الطبق ده؟ ما كلفناش حاجه. عندي طماطم في الدرج، عندي طماطم في الدرج اعتقد ان هي بقى لها وقت كبير، عندي فلفل، عندي بصل، عندي توم، كل ده يا عم الشيف شويته مع بعضه زي الفل زي الفل. مطبخنا النهارده في شويه بساطه، في شويه سهوله، في فكر وابداع طهوي ولكن الحب اهم حاجه. خش المطبخ، طاجن تورلي، الدور خضار عندك في الثلاجه، فرخه جبناها، عملنا طاجن تورلي طعمه مختلف بالطشه، عملنا طماطم متبله بتشكيله من البصل والفلفله، عملنا فطاير التفاح بالقرفه. رؤيه فن ابداع مع بدايه اسبوع السعاده والهنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.